والحين معانا عبر سكايب السيدة مي الديب، مديرة قسم الشرق الأوسط في دار مزادات ساذبيز والفن العربي والإيراني الحديث والمعاصر. مساء الخير مي، أهلا وسهلا فيك عبر تريندينج. مساء الخير، thank you so much ان انتي طرحت لنا الفرصة ان احنا نكون معاكي الليلة. بالعكس أنا كتير مبسوطة، وفي البداية حابة طبعا أهنيكي على هالمبادرة الحلوة طبعا، وحابين نعرف منك كيف تم التواصل مع شريهان يلي تبرعت بفستانها الحرير الجميل واللي له طبعا ذكريات عزيزة على قلبها وعلى قلبنا كمان. يعني الذكريات أنا متأكدة كل حد معنا دلوقتي على الخط وبيتفرج فاكر شريهان في ألف ليلة وليلة وهي لابسة الفستان ده، وإزاي هي أيقونية يعني بيوند مصر، بيوند أي حاجة، أيقونية للعالم العربي كله. فإحنا يعني بيوند عندنا حظ بيوند، مش قادرة أقولك الحظ اللي احنا فيه إن هي طرحت لنا القطعة الرائعة دي والنادرة دي إن تتطرح في المزاد. والفرصة اتطرحت لنا انفاكت من احنا اشتغلنا زي ما قلتي في الاول مع two groups creatives for Lebanon و art for Lebanon، وهم واحد منهم تواصلوا مع شريهان وهي على طول يعني اول حاجة قالت لازم هتبرع بحاجة لبنان، يعني ما كانش عندها شك وحست انه في synergy و harmony ما بين القطعة الفستان دي اللي هي قطعة فنية بحق يعني وبيروت كعروس كمان. بالضبط. طب يعني ليش لهالفستان بالذات؟ هي الفستان بالذات اولا انا متاكده انت عارفه انه الفستان ده اخذ 7 أشهر يتعمل. أكيد. وتعمل في اتليه عدنان اكبر وقعد 7 أشهر being done by hand يعني يدوي، عمل يدوي، حاجه نادره جدا يعني. وهي زي ما بقول لك هي حست انه ازاي الفستان ده رمز لبنان، رمز لبنان ان هي عروس العالم، وازاي يعني كعروس العالم هتقوم تاني كعروسه وبكل بهجتها بكل حلاوتها زي الفستان ده كان محطوط. اكيد صح. طب هل في معايير معينه يعني بتتبعها دار ساذبيز في اختيار القطع اللي بيتم التبرع فيها للمزاد، او طبعا الخيار بيكون للنجم؟ احنا زي ما قلنا الفرصة دي جات لنا through creatives و art for Lebanon، واحنا عادة بنركز جامد جدا على فكرة provenance. provenance يعني ما القطعة دي كانت مين يملكها يعني، والقصة اللي حوالين القطعة، القصة حوالين القطعة هي اللي بتأدي انه القطعة تجيب نتائج رائعة. فاحنا عندنا زي ما قلتي قطعة فنية وعندنا مجوهرات وعندنا we also have beautiful couture dresses، فكل قطعة يعني اتطرحت لنا مميزة من الشخص اللي طرحها، ف they're all unique، they're all حاجات one off مش هتلاقيها في أي حتة. فاحنا كان حظنا حلو قوي، ومش قادرة أشكر كفاية كل الناس اللي تبرعت للمزاد ده بجد. It shows ازاي لبنان من جد اكبر مننا كلنا. لا it's beautiful صراحه. طب كنت قاعده اسالك طبعا انه في فستان اخر تبرع فيه المصمم العالمي الي صعب، وهو الفستان اللي لبسته اما ستون على ريد كاربت الاوسكارز في 2015، فكيف كانت رده فعله طبعا لما عرف بالمبادره والهدف من وراها؟ اكيد انت زي كل حد في العالم العربي اول مره وي سو انه إلي صعب جاله حقه المستحق، اما هالي باري لبست فستانه. فاول ما جالنا الفرصه انه إلي صعب هيتبرع بقطعه، ما كان بالنسبه لنا اي حاجه فروم إلي صعب would be a huge added value. وزي ما انت عارفه طبعا حصل له دامج في الاتيليه، فكان من الحاجات انه طرح لنا القطعه دي، والقطعه دي تبع كولكشن منتميه لبيروت، ففي سو ماتش سينرجي ما بين القطعه دي والمزاد، وانه ازاي يعني بعد حتى الدمار اللي حصل ان هو برضو عايز يساعد وعايز يساهم في الريبيلدينج بتاعت بيروت. لا اتس ا بيرفكت سينرجي وكونكشن اكيد. طب في المزاد حيتم ايضا طرح المزايده على قطع ارشيفيه من دور الازياء الرائده في العالم مثل جامباتيستا سابالي، رالفن روسو، عز الدين علايا وبرادا وغيرها. طب ايش تقدري يعني ايش تقدري تخبرينا عن كل قطعه من هذيل؟
كل قطعة لو أقدر كنت يعني احنا actually honestly الحظ ان احنا انه كل الفنانين انه مش كل الفنانين كل الديزاينرز يعني شافوا ازاي بيروت is the jewel فاهمة the jewel of the Middle East فكله ازاي wholeheartedly اتبرع. فعندنا كمان القطع اللي انا عايزه اتكلم عليها كمان من الـ من الاميزنج لابنيز ديزاينر نيكولاس جبران عندنا ذا ماتادور جاكيت بتاعت مادونا وذ الام ان ذا باك في حاجه رائعه الرالف اند روسو وذ ذا 3 هوت شيدز اوف بينك والايكونيك ريد فالنتينو كل الـ القطع اللي يعني مطروحه علينا من الديزاينرز يونيك اتس فيري ايكونيك فيري ايكونيك. وبعدين ما اعرفش لو تعرفي كمان ريم اكرا has generously donated an experience معاها فان انت ممكن تروحي للاتيليه عندها في نيو to visit a meet and greet مع ريم اكرا. فاحنا بجد يعني الديزاينر والفاشن وورلد has really rallied behind بيروت يعني بجد كله واقف شايف الكرياتيفيتي اللي طلعت من لبنان وعايز اللي هو يندم to join forces ان هو يطرح اكتر حاجه تؤدي ان احنا نجيب فلوس للكوزز يعني دي يعني بصراحه it's very touching I got goosebumps just thinking يعني على كل قطعه اللي عندكم اياها. وطبعا ممكن نعرف شوي تفاصيل المكان والزمان على انطلاق المزاد؟ طبعا اكيد زي ما انت حاسه دلوقتي العالم كله بقى اونلاين وفيرتشوال فالمزاد هيبقى اونلاين وفيرتشوال. احنا حاليا حاطين كم قطع على الويب سايت www.sotheby's.com/beirut هتقدري تشوفي اول قطع مطروحه. وبعدين من يوم 7 ديسمبر ليوم 15 المزاد هيكون مطروح ومن يوم 7 هتشوفي كل القطع اللي مطروحه وكل حاجه محطوطه للمزاد. واحنا يعني بنطلب ان كل حد يشارك اللي عايز يشارك وده دعم لبنان ودعم لبيروت اكيد وانا اولهم على فكرة أكيد طبعا مع كل هالقطع أنا مستحيل ما أشارك وخاصة لازم طبعا. طيب مي قبل لما نختم معاكي قديش متوقعين المبلغ الإجمالي اللي إن شاء الله حيجمعوا المزاد؟ الحق يتقال احنا يعني في أي مزاد في اي اوكشن بنتمنى انه اعلى وبالذات لما تكون تشاريتي اوكشن انه ده كل حاجه وي ويل ريز رايح لتشاريتي زي ما قلتي وير سبورتنج 5 تشاريتيز فاحنا نتمنى انه يكون اعلى فلوس ممكنه نقدر ان احنا تو ريز الاستيميتس عندنا اللي هو اللي احنا بتوين فور ثينكينج اتس جونا بي بتوين 460000 دولار ل 650000 دولار ده الرينج اللي احنا عندنا لو كل حاجه اتباعت في اللو او كل حاجه اتباعت في الهاي بس احنا طبعا نتمنى انه يطلع اباف الهاي اكيد ان شاء الله. من جد يعني ماي كل التوفيق وفي الختام حابين نشكرك كثير ونورتينا بترندينج ثانك يو سو ماتش ان انت طرحت لنا الفرصه ثانك يو